سلام الحباب، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم الوصفه تاع المحاجب والمسمن بمقادير مضبوطه، ان شاء الله كامل تسيوه ويخرج لكم مليح. تحتاجوا 3 كيلات سميد رطب، كيلة تاع فارينه، مغرفه صغيره تاع خميره الحلويات، ومغرفه كبيره ديال الملح. نخلطوا النواشف ديالنا ونجو نضموا العجينه ديالنا بالماء. لهنا بعد ما نضموها نحطوها في ساشي يكون مشمخ ونخلوها ترتاح على الاقل لمده ساعه. لهنا بعد ما تكون ارتاحت العجينه ديالنا نجو ندلكوها ونضيفوا الماء بالعقل حتى نشوفوا العجينه ديالنا خلاص راهي مشمخه كيما نحبوا. ودوك نوري لكم الطريقه انا كيفاش نعرف باللي العجينه ديالي خلاص ما لازمش نزيد لها الماء. انا لهنا استعملت سميد ماما واستعملت فارينه التسيم. الماء دوكا الا بدلتوا سميد والفارينه راح يقدر يكون تحتاجوا الماء اكثر ولا اقل، سا ديبون السميد ولا الفارينه باردون الا كانوا يشربوا مليح. لهنا شوفوا تكون تلصق نوع الماء في البوطاجي. نقرصوا العجين ديالنا ونخليوه يزيد يريح. انا نستعمل هذه الطريقه باش نفتح العجين ديالي ويجيني ساهل. نقطع بابي كويسون كاري على حسب الحبه اللي راني حبتها، يجوكم الحبات كامل قد بعضاهم. نجيبوا القرصه ديالنا ندخلوها داخل الزيت ونبداو نفتحوا في العجينه ديالنا. ما تكتروش زيت باش ما يجوش المحاجب ولا المسمن ديالكم يقهموا، نفتحوهم مليح. الا كنا رايحين نديروا المحاجب نغلقوا الجوانب الاثنين ونحطوا التكتوكه ديالنا، والا درنا مسمن نغلقوهم عادي بلا ما نزيدوا التكتوكه ونحطوهم يطيبوا على نار متوسطه. انا التكتوكه نحطها على حسب